جائزة نوبل للطب لسنة 2019، هل بدأنا ننتصر في حرب مكافحة السرطان؟ تابع معنا هذا الفيديو. هل سألت نفسك يوما عن الكيفية التي يعمل بها قرص المسكن الذي تناولته لتجاوز نوبة صداع قاسية بعض الشيء؟ حيث لا تمر سوى نصف ساعة حتى تبدأ شدة الألم بالانخفاض تدريجيا وتختفي تماما في الحقيقة. لو كنا نعيش قبل 200 عام من الآن لقال الناس إن الأمر ينطوي على سحر، ولكنه بالطبع ليس كذلك، بل هو درجة من درجات الدقة غير المسبوقة في تاريخنا كله، حتى يجوز لنا حقا أن ننعته بالسحر. حسنا، لفهم الأمر دعونا نبدأ من الأمس، حينما أعلن فوز كل من جريج سيمينزا من جامعة جون هوبكنز وبيتر راتكليف من جامعة أكسفورد وويليام كايلين من جامعة هارفارد بجائزة نوبل للطب والفيزيولوجيا لسنة 2019، وذلك لتمكنهم من كشف الطريقة التي تستشعر بها الخلايا وجود الأكسجين في محيطها، والكيفية التي تتكيف بها مع تغير كميته. لكن ما علاقة نوبل للطب والفيزيولوجيا بقرص المسكن الذي تحدثنا عنه قبل قليل؟ الكثير في الحقيقة. الدواء، أي دواء، هو مادة كيميائية تدخل أجسامنا لتفعيل أو منع أثر ما، يعني ذلك أنها تذهب إلى مكان محدد داخل الجسم ثم تتفاعل معه لتؤدي وظيفتها. وبالتالي فنحن قبل ابتكار أي دواء جديد بحاجة لفهم تركيب منطقة محددة من الجسم بدقة شديدة جدا، بحيث يمكن أن نتعرف على المركبات الكيميائية المتواجدة بها. بعد ذلك نقوم بدراسة الكيفية التي يمكن أن نؤثر بها على تلك المنطقة بحيث نحفزها أو نمنع نشاطها. الخلايا التي تتنفس. قبل ظهور أبحاث جريج سيمينزا في التسعينيات من القرن الفائت، كان كل ما نعرفه هو أن خلايانا تتعامل بدرجة كبيرة من الدقة مع الأكسجين. فكلما انخفضت كميته أفرزت الكلى هرمون الإيثروبوتين EPO ضمن مجموعة أخرى من الاستجابات، والذي يساعد بدوره على إنتاج أكبر عدد من كريات الدم الحمراء، والتي ترفع من قدرة الدم على الحمل الأكسجين، وبالتالي تتعامل معه بحساسية كبيرة عن المعتاد. فيوازن ذلك من آثار انخفاضه، وبذلك يمكن لنا أن نتكيف مع معدلات أقل من الأكسجين. هذا هو ما يحدث بالفعل في هؤلاء الذين يعيشون في مناطق مرتفعة، حيث تكون كمية الأكسجين أقل من المعتاد. على الرغم من ذلك، لم نكن نعرف الآلية الجزيئية الدقيقة التي تتم بها تلك العملية. عند هذه النقطة يدخل سيمينزا، والذي تعرف إلى هذا النطاق بالصدفة بعد أن فشلت محاولاته البحثية في عدة مختبرات سابقة، ثم يعطي اهتماما للكيفية التي يمكن من خلالها أن نستخدم فئران معدلة جينيا لاستكشاف تركيب بعض الجينات، ثم انصب تركيزه على الجين المسؤول عن تكوين هرمون الأريثروبيوتين. لكن ما هو الجين؟ الآن نحن نقف وجها لوجه أمام أول أجزاء الاكتشاف الذي حصل على نوبل للطب لسنة 2019. لكن قبل البدء دعنا نعود قليلا إلى المرحلة الثانوية لأجل أن نتعلم بشكل مبسط للغاية عن بعض البيولوجيا الجزئية التي ستفيدنا كثيرا فيما هو قادم. نحن نعرف أن الحمض النووي الأديان الخاص بكل كائن حي أشبه بكتاب ضخم يحتوي على شفرة لكل صفاته الظاهرة. طول الجسم مثلا، شكل الأذنين، لون العينين، شكل الأنف، لون الشعر، ووظائف الخلايا وتشكلها إلى آخره. كل شيء. الحمض النووي هو مركب كيميائي طويل للغاية، يتخذ شكل شريط مزدوج، لكنه يتكون بالأساس من تتابع لأربعة وحدات نسميها بالحروف AGTC. تتكرر هذه الوحدات على طول الشريط الطويل للحمض النووي حوالي 3 مليارات مرة، وتعبر كل مجموعة منها عن صفة، بمعنى أن التتابع UECCGCATACGAA يعبر مثلا عن صفة ما، ولتكن مثلا لون العينين. أما التتابع GGACTAUUCAT فرغم أنه يحتوي على نفس العدد من الوحدات، إلا أنه يعبر عن صفة أخرى، ولتكن
شكل الشعر مثلا. هذا التتابع من الوحدات الكيميائية الذي يعبر عن صفة ما هو ما نسميه الجين، وقد تستلزم الصفة جينا واحدا في الكائنات البسيطة أو أكثر من جين في الكائنات المعقدة كالإنسان. يشبه الأمر أن تكتب برنامجا ما بلغة الحاسوب، فقد يكون هذا البرنامج عبارة عن لعبة سيارات تجري في شوارع كاليفورنيا أو بغداد، لكنه بالأساس هو مجموعة حروف مكتوبة بطريقة ما ومسجلة في ذاكرة الجهاز. رحلة البحث عن البروتين. حينما بدأ سيمنزا بفحص الجين المسؤول عن تكوين الإيثروبروتين، اكتشف أن هناك منطقة بجانبه في الحمض النووي تؤثر على نشاطه. يتحد بهذه المنطقة بروتينان سميا معا هاف HEF. حينما ينخفض كم الأكسجين الموجود في الخلية، يرتبط هذان البروتينان بالمنطقة المجاورة لجين الإيثروبروتين، فيفعلانه لإنتاج الإيثروزيبوتين، والذي يدفع الخلية للتكيف مع الوضع الجديد منخفض الأكسجين. حينما ترتفع نسب الأكسجين مرة أخرى للدرجة الطبيعية، فإن أحد البروتينين يتكسر فيقف إنتاج الأريثروبروتين. هذا البروتين هو ببساطة مفتاح لتشغيل الماكينة، تظهر بها فتعمل، تنزعه منها فتقف. في تلك الفترة منتصف التسعينيات من القرن الماضي، كان بيتر راتكليف يقف عند نفس النقطة البحثية مع سيمنزا، توصلوا إلى نفس النتائج، وأضاف معا مفاجأة لم تكن في الحسبان، حينما اكتشف أن بروتينا هيف ليس فقط جزء من عملية تدور في أنسجة الخلايا الكبدية التي عملا عليها، بل في كل الجسم، ما يعني أن لها دورا رئيسيا في موازنة استجابة الجسم لوجود الأكسجين، وهو ما فتح الباب للتعامل مع ما اكتشفاه كنقلة جوهرية في هذا النطاق البحثي. لكن السؤال الذي استمر في إثارة انتباه كل من سيمنزا وراتكليف في تلك النقطة كان عن الكيفية التي يتكسر بها الأشياف. أين يذهب؟ وكيف يحدث هذا؟ هنا يدخل ويليام كايلين إلى أرض الملعب بمفاجأة أخرى، حيث كان مهتما بدراسة أحد الأمراض الوراثية يسمى داء فون هيبرليندو، ويحدث بسبب طفرة في أحد الجينات. ارتبطت العائلات المصابة بهذا المرض بوجود حالات سرطانات بنسب أعلى من المعتاد، وبفارق واضح معنى أنه قد يكون هناك دور للجين المسؤول عن هذا المرض في الإصابة بالسرطان. بمعنى أوضح، إذا كانت الطفرة التي توقف عمل جين ما تتسبب في السرطان، فلا بد وأن الجين الطبيعي يوقفه. بالاتحاد مع راتكليف، تمكن الفريق من التوصل إلى أن هذا الجين هو المسؤول عن إنتاج بروتين يمنع بروتينات الهيف، وطالما أن لهذا الجين علاقة بالسرطان، فإن ذلك يعني بالتبعية أن الخلايا السرطانية تستخدم نفس الآلية لتنمو وتتشعب، بمعنى أنها تعمل على تفعيل بروتينات هيف حتى في حالة نسب الأكسجين الطبيعية، لكي ترتفع أعداد كريات الدم الحمراء المحيطة بها فتنمو بصورة أكبر وتتشعب لأماكن أبعد. العبث بالسرطان. عند هذه النقطة أصبحنا نضع أيدينا على آلية جديدة يمكن من خلالها العبث بالخلايا السرطانية عن طريق تصميم أدوية تمنع بروتينات هيف من العمل في حالة الأكسجين الطبيعي، وهو ما قد يمنع الخلايا السرطانية من النمو والتشعب، فيخفف من تطور بعض أنواع السرطان. لكن نطاق فوائد هذه الاكتشافات أكثر اتساعا من السرطان، فنحن هنا نتحدث عن الأكسجين، سر الحياة الرئيسي. إنه ما يعطي خلايانا الطاقة لتعيش بالضبط كما يسمح لنور الشمعة أن يستمر. دون أكسجين تنطفئ الشمعة ونموت. لذلك فإنه بجانب الدعم الذي ستقدمه اكتشافات كتلك في علاج الكثير من الأمراض كالفشل الكلوي والسرطان والسكتة الدماغية والإصابات البكتيرية والأنيميا ومشكلات التئام الجروح وأمراض القلب وأمراض المناعية، فإن تحسين فهمنا لعمليات طبيعية كالتمرين الرياضي وكيفية نمو الجنين وعمليات الأيض كلها والتنفس بالطبع سيفتح بابا جديدا واسعا لتنظيم حياة البشر بشكل أفضل، بل ربما أفضل مما قد نتصور للمستقبل. وبالتالي يتحقق شرط ألفريد نوبل الذي تركه في وصيته قائلا: إن الحاصل على نوبل لابد وأن يقدم فائدة كبيرة للبشرية كلها.
نوبل 2019 للطب والفيزيولوجيا هي إذن رسالة للباحثين الصغار، نقول استمروا في البحث. هناك الكثير من الأشياء الدقيقة جدا والمجهولة في أجسامنا، وكلما تمكنا من فهم أحدها فتح لنا بابا جديدا تماما لعلاج المزيد من الأمراض، أو على الأقل لتحسين حياتنا. لذلك فإنه يمكن القول إننا في عصر تعد أقوى المهام فيه هي تصنيع المعرفة. هنا لن نتعجب حينما تجد أن رد راتكليف في المكالمة الهاتفية مع منصة جائزة نوبل على الإنترنت جاء فيه: أنا أعمل في صناعة المعرفة. لكن الطريق للأسف طويل، وليس هناك أي وعد بعشاء مجاني فيه. وبحد تعبير كايلين، ليست هناك طرق مختصرة للوصول إلى هذا المكان. في الواقع فإن نظرة بسيطة على خط السير البحثي الذي خاضه ثلاثي نوبل خلال العقود القليلة السابقة ستعلمك أنه لا توجد طرق واضحة للإنجاز. هناك الكثير من التخبط والملل والإحباط، وبالطبع الكثير من العمل معه، مع نتائج غير مضمونة كفاية. لكن الأمر بحد تعبير جيمس أليسون الحاصل على نوبل العام الفائت بدا وأنه يستحق. أما الأكثر إثارة في جائزة نوبل للطب والفيزيولوجيا هذا العام هو تلك القدرة الدقيقة للعلم على سبر أغوار صغيرة للغاية والتعرف إلى جوانبها. إن تلك القطعة الصغيرة من الحمض النووي والتي عمل عليها سيمينزا في البداية تقع على شريط طوله 2 متر، يلتف حول نفسه داخل مساحة صغيرة جدا، وهي نواة خلية واحدة من ضمن 37 تريليون خلية توجد في جسمك. هل تتخيل معنا مدى الدقة؟ قديما قالوا إن العثور على إبرة في كومة قش هي مهمة صعبة جدا، لدرجة أننا نضرب بها المثل. ماذا عن البروتين في خلية؟